الفقرات اللي تنفذت هنا هي خاضعة للفحص المختبري، يعني بدلا من الأرض الطبيعية وإحنا صاعدين، وكل الفقرات اللي خاصة بالبنى التحتية اللي هي الماء والمجاري والطبقات التحتية للتبليط أيضا خضعت الفحوصات المختبرية. عدد الفحوصات اللي نفذناها لحد الآن مختبر أبو الرشيد بحدود 65 فحص، ما بين الأنابيب الماء، أنابيب المجاري، فحوصات السبويس، فحوصات المواد الإنشائية وهكذا. أغلب الفحوصات طبعا ناجحة وموافقة للمتطلبات الفنية. كل عمل هو خاضع للمواصفات والفحوصات، يعني عندنا ممثل من مكتب من مختبر أبو الرشيد يوميا عندنا فحوصات أعمال حتى الأرض، حد الأرض الطبيعية قبل ورا من كم الأعمال بقص الترابي، نحدي الأرض الطبيعية نوصل درجة 92 إلى 95، نحاول يلا نقدر نبلش طبقات الترابية الأخرى، الأعمال اللي هي الفرش الحصر خابط السبيس هم مرحلتين، لأن عندنا هنا 30 سنتيم كل مرحلة تنفحص أعمال حدل، وصنف السبيس نفسه أعمال القالب الجانبي كل 50 متر مكعب عندنا سيتين فحوصات، هذا واجب علينا يعني، بالإضافة حتى المنهولات، جدران المنهولات تنفحص، فحوصات موجودة، عندنا فحوصات موجودة كل مراحل العمل ومستمرين إن شاء الله. توجيهات دولة السيد رئيس الوزراء المحترم متابعة الأعمال في فريق الجهد الخدم الهندسي، اليوم في زيارة حقيقة لأحد مواقع العمل في منطقة المعامل حي الرباب، لقينا يعني العمل يعني قائم على قدم وساق في تبليط المنطقة، منطقة حي الرباب هناك حوالي 38 ألف متر مربع تبليط في هذه المنطقة، وأيضا سبق الكيربر 8 كيلوات وشبكات يعني مع شبكات الماء والمجاري في المنطقة، نسعى إلى إكمال وإنجاز العمل بأسرع وقت، خلال إن شاء الله خلال الشهر تكمل هذه المنطقة بالكامل، أيضا نسعى إلى إنارة المنطقة بالإنارة الكهربائية، وأيضا إلى بناء مدرسة حسب ما يتوفر من قطعة أرض. هذه المنطقة هي واحدة من 5 مناطق في حي المعامل، وأيضا من ضمن 61 منطقة في بغداد ضمن خطة عام 23، وهذا الخطة التي ستنجز إن شاء الله في النصف الأول من عام 24، عام الإنجازات اللي أطلق دولة الرئيس بيكون عام 24 عام الإنجازات الكبيرة لخدمة أهالي بغداد جميعا. تنفيذ توجيهات دولة السيد رئيس الوزراء المحترم أثناء الاجتماع هي مع فريق الجهد الخدم الهندسي يوم أمس، تأتي زيارتنا إلى منطقة المعامل، هذه المنطقة التي تحتوي على أكثر من 25 عشوائية، استهدفنا في خطة عام 2023 5 أحياء عشوائية زراعية، وهي حي الرباب والبتول والمعسكر والصعيد والرباب. نحن الآن في هذه المنطقة هي منطقة الرباب، تحتوي على 1000 وحدة سكنية، تم تنفيذ البنى التحتية بوكس الترابي والسبيس والماء والمجاري بنسبة 100%، والآن في مرحلة الإكساء. زيارتنا تأتي للتأكد من أن العمل ينفذ وفق المواصفات الفنية وتدقيق الفحوصات المختبرية، التقينا بكادر نقابة المهندسين وأكد أنه أي عمل لم ينفذ دون نجاح الفحوصات المختبرية، وطلعنا على النتائج تحريريا من قبل المختبر ابن رشد التابع لأمانة بغداد، وتأكدنا بأن العمل يسير وفق المواصفات الفنية وبصورة طبيعية وانسيابية. احنا منطقة حي الرباب منطقة كانت تعبانة، نعاني من الشوارع، من المي، من المجاري، يعني منطقة تعبانة، فالتفت علينا دولة رئيس الوزراء، ومشكور إلى الشكر وإلى الجهد الخدمي وإلى كل من سعى
في تطوير منطقة حي الرباب قضاء الزوراء، ولله الحمد الأعمال مستمرة من تأهيل شبكات الماء، المجاري، الطرق، يعني تأهيل بنى تحتية كاملة ولله الحمد.